يسعد اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الكرام، حياكم الله، مكملين واياكم في مشوار الاوائل والتفوق والتميز في محافظه طولكرم، وحاليا من بيت ليد تفوق جديد وتميز جديد مع الطالب المتفوق اسماعيل نشأت جمعه الحاصل على معدل 99.4 بالعشره في الفرع العلمي. الف مبارك اسماعيل. الله يبارك فيك يا رب، وان شاء الله تدوم الافراح في بلادنا. الله يبارك فيك ان شاء الله. اسماعيل ما شاء الله عليك، يعني 99.4 وفرع علمي، يعني معدل جدا رائع ومتميز. كيف ممكن نحكي لاي حدا كتجربتك وللطلاب المقبلين على مرحله الثانويه العامه ممكن يستفيدوا من خبرتك اليوم؟ طبعا اول شيء الواحد لازم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى. واهم شيء في أي مرحلة من مراحل الحياة هو تنظيم الوقت. إذا أنت عرفت تنظم وقتك، أي صعوبة تقدر تتجاوزها، تقدر تحقق كل آمالك وطموحاتك. فأهم شيء إنه الواحد ينظم وقته ويتوكل على الله. نعم بالتأكيد. والمراحل الأساسية كان لها دور في هاي المرحلة تحديدا؟ طبعا أكيد، يعني كل مرحلة من مراحل الدراسة لعبت دور، خاصة في المراحل اللي هي أصلا المواد اللي بتيجي تراكمية، نحكي الرياضيات، معظم المواد العلميه بشكل عام. فانت اذا اصلا مؤسس منيح، وبالاساس حتى لو الواحد مش مؤسس منيح، دروس الخصوصي، دروس في المدارس، الاساتذه ما حدا بيقصر طبعا، هم بيرجعوا بياسسونا من اول وجديد، والواحد بيقدر انه يعدي هالمرحله على خير. الحمد لله ما شاء الله عليك. بالعاده لما نشوف معدل عالي اما طب او هندسه، اسماعيل وين رايح؟ ما بين هدول الشغلتين ولا شيء اخر؟ والله ان شاء الله طب، لانه حلم الطفوله، والوالد اخرى مصر عليها الطب. ان شاء الله طب. ان شاء الله بتكون مبدع فيه ومتميز كما المرحله اللي احنا حاليا فيها. بدنا ننتقل لوالده اسماعيل ايضا اللي كانت شريك ورفيق لاسماعيل بهاي المرحله. الف مبارك. الله يبارك فيك يا رب، وميت اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. الله يخليكي. قديش اليوم فخوره باسماعيل؟ الحمد لله رب العالمين اولا واخرا، وانا فخوره فيه كثير طبعا، وكل الفضل اولا واخرا لرب العالمين ولجميع معلمينه، وعلى رأسهم مديره الفاضل اللي هو بيكون عمه كمان أبو بشار، وجميع معلمينه الخصوصي والمعلمي المدرسة، وجميع من وقفوا يساندوه، الشكر لهم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اسماعيل حكى لي انه هو مختار الطب، انت كمان مشجعه له في هذا التخصص؟ بالنسبه لهيك يعني الحمد لله احنا انبسطنا بمعدله، والحمد لله انه رب العالمين اكرمه بهالمعدل. احنا الان بنطلع على اختيار الولد، وين هو يعني انا بالنسبه لي وين هو ابننا يعني حابب، الله يسهل ويسر امره، يعني هو وين ميوله، لانه بالفعل اي تخصص يعني في الجامعه لازم يكون مقتنع فيه تماما، انا هيك رايي طبعا، يعني يكون هو المقتنع فيه مش احنا. ما شاء الله عليكي، انا بشكرك على هذا الوعي والتفكير. بدنا ننتقل لوالد اسماعيل ايضا، يعني الف مبارك عمي بدايه. الله يبارك فيك يا عمي، اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يخليك. يعني اسماعيل منذ الصغر هو مجتهد ومتميز ومبدع، واليوم هو عم بيسجل هذا الابداع والتميز على مستوى محافظه طولكرم وعلى مستوى الوطن بمعدل 99.4. قديش اليوم انت فخور باسماعيل؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين. اسماعيل يعني بصدق في المراحل الأساسية الدنيا والعليا وفي المرحلة الثانوية كان دائما من الأوائل، يعني أنا كنت متوقع إسماعيل أنه يجيب المعدل هذا، فهو طالب مجتهد، طالب منظم، يعني نظم وقته واستغل وقته بشكل جيد، فالحمد لله رب العالمين، الله أكرمه والحمد لله، هذا كله برضى الله ورضى الوالدين، الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم اسماعيل عم بينهي مرحلة، وفي مرحلة قادمة ليست أقل خلينا نحكي صعوبة، وبالتالي رسالتك ونصيحتك لاسماعيل. أنا يعني أول شيء بدي يعني أبعث رسالة لكل الطلاب، لأن أنا مدير مدرسي في الأساس يعني. فأنا دائما بقول لطلابي ولأبنائي، بقول لهم أنتم على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الحياة، يعني هاي المرحلة هي خطيرة إذا أنتم لم تحسنوا الاختيار. الطالب المفروض انه بعد توفيق رب العالمين انه يختار التخصص الذي هو يجد نفسه فيه، لانه كثير جدا يرغم الطالب احيانا على دراسه تخصص هو ليس رغبته، فبالتالي احيانا يعني بيكون متفوق في التوجيه لكن بيفشل في الجامعه. انا خريج جامعه بعرف يعني كيف الامور، لكن الطالب اذا درس الرغبه الحقيقيه اللي هو يجد نفسه فيها اتوقع انه الطالب يعني يبدع. فإسماعيل هو خياراته مفتوحة أمامه، يعني هو خياره صح. أنا رغبتي كوالد كأب له بحب أنه يدرس الطب،
لأن لغاية الآن برا إنه سوق العمل يعني ما زال يستوعب بعض الأطباء. لكن برجع لرغبته هو. طبعا بالتاكيد نتمنى له كل التوفيق لاسماعيل. وايضا يعني اليوم احنا عم نحكي عن والده بنحكي عن والد، لكن ايضا حجاتنا وبركاتنا على عيننا وراسنا كمان لهم دور، وحابين نعرف عن شعورك بفرحتك يا حج اليوم باسماعيل وبتفوقه بالمعدل العالي اللي حصل عليه. شعوري والله لا يوصف، ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، واحنا متوقعين له في العلامه المليحه والحمد لله ربنا استجاب لنا. قديش دعتي له؟ الله أعلم، الله بيعلم شو دعينا، ما بيعلم إلا ربي. الله يرضى عليهم صغيرهم وكبيرهم، والحمد لله بيت علم، هذا البيت بيت علم، الأم والأخو وابن الأخو ما شاء الله كلهم الحمد لله متعلمين وما شاء الله عنهم وفهمانين، والحمد لله انبسطنا فيهم وآجى اسماعيل أعطانا الفرحة الكاملة ما شاء الله. الله يسعده ويرضى عليه ان شاء الله، دائما بتكوني بصحتك وعافيتك وهم اكيد بخير دعواتك بالتاكيد. الله يعطيك الصحه والعافيه يا حجه. يعني كنا واياكم مع هذا النموذج المتميز والمبدع مع الطالب اسماعيل نشأت جمعه من بيت ليد بمعدل 99.14 في الفرع العلمي، ومكملين ومتواصلين بمشوارنا، وما زال الكثير من لقاءات التفوق ولقاءات التميز عبر شاشه الفجر.